حضور أصحاب المعالي والمسؤولين. اتفاقية مع شركة ترابك، اتفاقية إنشاء عدد 5 جسور رئيسية. معنا الدكتور تفضل. شركة تفضل. طبعا مدة التمديد لهذا المشروع 18 شهر. كل هذه الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع في مدينة سلطة هيثم. نشوفكم إن شاء الله تعالى. مدة التنفيذ 5 أشهر باشمهندس. من أمام المجسم الكبير لمدينة السلطان هيثم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، جرى قبل قليل توقيع اتفاقيات بين بعض الشركاء القائمين على تنفيذ بعض المشاريع في مدينة السلطان هيثم. وطبعا التوقيع كان مع وزارة الإسكان، وأيضا جرى توقيع اتفاقية مع بنك الإسكان العماني لتمويل القروض أيضا وتمويل المساكن اللي راح تبنى في هذه المدينة. ما شاء الله الاتفاقيات كثيرة، في اتفاقيات من داخل السلطنة، في اتفاقيات من شركات عالمية جت من خارج عمان ووقعت أيضا اتفاقيات. أيوة.